عرض سماك داون قوي جدا حرفيا، وطبعا ده بسبب ظهور سي ام بانك وراندي اورتن في عرض واحد، وسي ام بانك بيقول كلام كتير جدا. لايكك واشتراكك الرايق، ومن غير كلام كتير خلينا ندخل في الموضوع على طول. بمواجهة دراجون لي امام سانتوس اسكوبار، وبالمناسبة جي بي ال انضم لطاولة التعليق. طبعا زي ما انتم عارفين ان دي مش اول مواجهة بين سانتوس اسكوبار ودراجون لي، فاللي هو التناغم بينهم بقى عالي، ولكن ده ما شفناهوش خالص في المواجهة. والدبليو دبليو اي زي ما تقول كده ايه كروتت المواجهة علشان وقت العرض، وفي النهاية فاز سانتوس اسكوبار. واضح ان الدبليو دبليو اي مكملة في دفعة سانتوس اسكوبار، وممكن هو اللي يفوز بالبطولة، لان هما كده بيقتلوا دراجون لي اللي برضو واخد دفعة زيه. المواجهة كانت كويسة الى حد ما ونتيجتها كويسة، ولكن ما شفناش فيها اداء حلو كتير، علشان كده اديها 7/10. بنشوف خلف الكواليس راندي اورتن مع نيك ألدس، وبيديله الشيك بتاع الغرامة وبيدفعله فيه 100,000 جنيه. نيك ألدس بيستغرب وبيقوله الغرامة ب50,000 جنيه. راندي اورتن بيرد وبيقوله علشان اركي اول اللي جاية. يعني راندي اورتن بيقول لنيك ألدس انت ليه حطيتني في تاك تيم مع ال اي نايل، على الرغم من اني ما شفتوش غير الاسبوع اللي فات بس. نيك ألدس بيرد وبيقوله ال اي نايل عايز البلود لاين زي ما انت عايزهم بالظبط، وكمان هو ساعدك الاسبوع اللي فات، علشان كده هتلعبوا انتوا الاثنين مواجهه تاج تيم قدام جيمي اوسو وسولو سيكوا. فكره كانت حلوه جدا واديها 8/10. بنشوف ظهور الامريكان نايت مير كودي روتس، وحد هيطلع يقول لي هو كودي روتس طلع ليه؟ احب اقول لك ان انا مش شايف سبب لظهور كودي روتس في عرض سماك داون. يعني الكلام اللي طلع وقاله كان ممكن اي حد يقوله، وهو مجرد تحيه للجيش الامريكي وكده، فاحنا مش هنتكلم عن الموضوع ده. ومن الاخر كده هي فكره تعبانه جدا واديها 5/10 وما تستاهلش اكتر من كده. بعدها بنروح لمواجهة بوبي لاشلي قدام كاريون كروس، وطبعا علشان وقت العرض والمواجهة دي كان متوقع نتيجتها، الا وهو فوز بوبي لاشلي على كاريون كروس. ما هو مش معقولة بعد كل الهبة اللي عاملينها لبوبي لاشلي ان هو القائد يخسر من كاريون كروس، ده كده يبقى الفريق انتهى. فطبعا فاز في النهاية بوبي لاشلي بسبير ويثبت ويفوز، وانا شايف ان ده كان الخيار الانسب. والحمد لله ان الدبليو دبليو اي ابتدت تخلي بوبي لاشلي يلعب مواجهات وما يفضلش لابس البدلة بتاعته من غير ما يلعب. مواجهة كانت حلوة وديها 8/10. بيطلع سي ام بانك وبيقول انتوا بتنادوا اسمي وادم بيرس عايزني في عرض الرو، انتوا عايزين اكون في عرض الرو ولا عرض سماك داون؟ وطبعا الجمهور كله بيقول له عرض سماك داون. بعدها بيقول سي ام بانك ان هو هيكون في الحلبة مع 29 مصارع علشان يفوز ويتأهل للحدث الرئيسي لراسلمانيا. وللي مش واخد باله من اللقطة دي، فاللقطة دي بتبين لنا ان هيكون في مشاكل بين سي ام بانك وكودي روتس لحد الوصول للرويال رامبل. وده ليه بقى؟ زي ما انتوا عارفين ان كودي روتس هو الشخصية الفيسز الاولى للشركة، وسي ام بانك دلوقتي ابتدى يخبط فيه، فمن الطبيعي ان سي ام بانك يكون شخصية هيل قدام الفيسز الاول للشركة الا وهو كودي روتس. بعدها بيقول سي ام بانك كودي روتس عنده قصص، وبيقول على رومان رينز I acknowledge you، انا اعترف بيه، ولكن مش عايزك تنسى ان بول هيمن كان معايا انا الوايز مان، الراجل الحكيم كان يخصني انا الاول. وهنا الدبليو دبليو اي بتعلنها لنا علنيا ان هيكون في عداوه جايه ما بين سي ام بانك ورومان رينز، ولكن لسه مش متحدد هيكون شكلها ايه، وهل رومان رينز هيكون معاه الحزام في العداوه دي ولا لا. بعدها بيقول كام حاجه مجرد حشو للبرومو. سي ام بانك بيكمل كلامه بيقول ان هو كمان عنده مشاكل مع كيفن اوينز، مش بس ايه حسب الدبليو دبليو اي، لا ده كمان في الحقيقه. المهم بنروح للحته الاهم في البرومو، الا وهو الكلام عن سيس رولينز. سي ام بانك بيقول الكل سعيد بسبب عودتي للدبليو دبليو اي، ولكن في واحد زعلان ومش عاجبه وبيخرب كل حاجه، وده مش بسبب ان هو مزعج، انما علشان هو مش الراجل في البيت. بعيدا بقى عن سي ام بانك بيقول كده كايه كاهانه لسيس رولينز، الا ان هو فعلا بيقول الحقيقه، وده واضح لنا جدا في عروض الرو، ولكن مش ده برضه اللي قصده سي ام بانك بيه، لان سي ام بانك كان قصده هنا على زوجة سيس رولينز اللي هي اسمها بيكي لينش اللي هي زمان، وان هو نو مان وكده يعني. وبكده يكون انتهى البرومو بتاع سي ام بانك. من الواضح كده ان سي ام بانك بيوري للجمهور عداواته اللي جايه، على وهي سيس رولينز في البدايه، بعدها رومان رينز، ممكن كيفن اوينز، وبيقول ان من اصدقائه كودي روتس وراندي اورتن والاي نايت ما عندوش معاهم اي مشاكل.
بنشوف سي ام بانك بعدها خلف الكواليس مع نيك ألدس، ونيك ألدس بيعرض عليه عرض علشان ينضم لعرض سماك داون، وبعدها بيجي له كودي روتس وبيقول له انا سمعت حديثك على الحلبة وعرفت كمان ان انت عايز تفوز بالرويال رامبل، وما بيكملش كلامه كودي روتس، ومن الواضح كده ان هو بيقول له ايه ان انا يعمل اللي هفوز بالرويال رامبل، ولكن ده طبعا مش هيحصل، وسي ام بانك هو اللي هيفوز، وممكن بقى كودي روتس يفوز في اليمينيشن تشامبر علشان يكمل عداوته مع رومان رينج. بعدها بنشوف سي ام بانك للمره الثانيه مع راندي اورتن وإلي نايت ورا الكواليس وبيتمنى لهم حظ سعيد في المواجهه بتاعتهم. بعدها راندي اورتن بيقول لإلي نايت جاهز للمواجهه، فإلي نايت بيقول له ياه. بعدها بنروح للمين ايفنت العرض سماك داون، راندي اورتن وإلي نايت قدام سولو سيكوا وجيمي اوسو. المواجهه كانت حلوه جدا وفيها بعض الحاجات اللي متعتنا في المواجهه اكتر، الا وهي مثلا زي لقطه راندي اورتن لما جاي يسلم على إلي نايت وإلي نايت بيقول له يعني انت جاي من اصابه وانا بحاول احميك، راندي اورتن بيقول له مالكش دعوه وانا قادر اكمل. المواجهه في نهايتها سولو سيكوا بيحضر للسامون سبايك علشان ينهي راندي اورتن، ولكن بيتدخل إلي نايت وبيديله دي دي تي. في النهايه إلي نايت بيحاول يعمل البي اف تي على سولو سيكوا، ولكن راندي اورتن بيلف وبيديله ار كي او ويثبت ويفوز. طبعا كانت لقطه حلوه جدا من راندي اورتن، لان احنا كنا شايفين خلاص إلي نايت هو اللي هينهي المواجهه ومش هنشوف ار كي او في عرض سماك داون، ولكن راندي اورتن بيفرح الجمهور كله لما بيدي الار كي او جيمي اوسو وبيفوز راندي اورتن وإلي نايت في نهايه عرض سماك داون. عرض كان حلو جدا، والدبليو دبليو اي كانت مهتمه بيه علشان هو تحيه للجيش الامريكي، واديله 9 من 10 لان بيبين لنا حاجات كتير قوي عن سي ام بانك. لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك واشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وبس كده استنوني في كل جديد.